بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل، الأخوات والإخوة، الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سعيد جدا بالمشاركة معكم ولو عن بعد في هذه الندوة التي أتمنى لها ولأشغالها كل التوفيق والسداد، شاكرا فضل كل الذين ساهموا في تحضير لها وفي إعدادها، وكل أعضاء اللجنة المنظمة وعلى رأسها أخينا الأستاذ المحترم الأستاذ محمد شهيب والفريق المتكامل الواعد. بداية أود أن أدخل بعض التعديل إذا سمحتم حول موضوع المداخلة، يتعلق الأمر فعلا بأثر التضخم التشريعي على جودة الصياغة القانونية، ولكن مع بعض التحديد إذ يتعلق الأمر أساسا بنموذج واحد و القانون 1267 المتعلق بالأكرية السكنية والمهنية كنموذج لمثل هذه الحالة، حالات التضخم التشريعي وأثرها أو أثره على الصياغة القانونية. إذن على بركة الله، باختصار شديد، ليس في نيتي أن أدخل في متاهات التحديد المفاهيمين، فالملاحظ أن اللجنة المنظمة نفسها في ورقتها قد تجاوزت بذكاء الدخول في متاهات التحديد المفاهيمين، وخصوصا أن الأمر يتعلق بموضوع يستعصي عن التعليم. التضخم التشريعي ليس عيبا في حد ذاته، ليس ناقصة في حد ذاته. المعلوم أن السلطات التشريعية وأن المشرعين عبر العالم يتباهون عند نهاية كل سنة من سنوات ولاياتهم التشريعية بتقديم حصيلتهم السنوية أو النهائية، ومن أبرز ما يتم التركيز عليه في هذا المجال هو تقديم حصيلتهم على مستوى إنتاج تشريعي. ولذلك فإن الإنتاج التشريعي في حد ذاته يمكن أن يعتبر مسألة إيجابية وليس مسألة سلبية. التضخم التشريعي الذي نقصده هو إنتاج تشريعي من دون الارتباط بحاجة ماسة تقتضيه، أو من دون إعطاء الفرصة الكافية لتمام هذا الإنتاج وفق المأمول وفق المطلوب بالصياغة المتطلبة. وأنا أدرج القانون 1267 المتعلق بالعلاقات الكرائية ضمن هذا الإنتاج التشريعي الذي يدخل في خانة التضخم، استنادا إلى مجموعة من المعايير، مجموعة من المؤشرات، أبرزها مؤشران اثنان، عنصران اثنان، عاملان اثنان. أولهما شكلي محض، يتعلق بالصياغة اللغوية الشكلية لنص القانون، والجانب الثاني يتعلق بمضمونه بموضوعه. وسأحاول قدر الإمكان في حدود الزمن المسموح به أن أقدم دلائل، أن أقدم عناصر تؤكد أو تثبت بأن هذا القانون فعلا يدخل ضمن خانة الإنتاج التشريعي الذي يقدم فعلا
إضافة، ولكن من دون هذه الإضافة النوعية على العموم. طبعا لأن القانون 1269 لا يمكن أن يقال عنه بأنه لم يقدم أي جديد، لأن ذلك سيكون من باب التعسف. ولكن ليست هناك فيما أعتقد إضافة نوعية لهذا القانون، سواء على مستواه الشكلي أو على مستواه الموضعي. هذا القانون إذن يمكن القول عنه عموما بأنه قد سوي، أو يبدو كما لو أنه قد سوي على عجل، لم تراعى في إنتاجه الجودة المتطلبة المطلوبة في الصياغة القانونية. إذن أولا على مستوى الشكل، على مستوى شكل هذا النص القانوني، على مستوى الشكل نلاحظ بأن القانون بالرغم من أنه يتضمن أو لا يتضمن أكثر من 76 مادة، إلا أن هذه المواد 76 تتخللها أخطاء. أخطاء ليس من الطبيعي أن تتخلل نصوصا تشريعية، ولم تكن نصوصنا التشريعية في المغرب تتضمن مثل هذه الأخطاء، لأنه كما تعلمون درجنا على أن نعتبر بأن المشرع منزه عن السهو، منزه عن الخطأ، منزه. صحيح أن في ذلك كثير من الغلو، ولكن المقصود هو أن المشرع يعمد إلى تحريم، إلى التريف، إلى 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 العمل قدر الإمكان على أن تكون صياغة نصوصه صياغة نموذجية خالية من الخطأ. أقدم بعض الأمثلة. هذا النص القانوني يتضمن مجموعة من الأخطاء الإملائية، هي أخطاء لغوية بجميع أنواعها، أخطاء إملائية، ومن ذلك ما ورد في المادة 41 من هذا القانون. تقول هذه المادة: وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكلى، وكل تخلي جزئي. والحال أن الأمر يتعلق بالتخلي هنا، لأنه من الأسماء المنقوصة، ومن المعلوم أن الأسماء المنقوصة حينما تكون نكرة كما ورد في هذه المادة تحذف ياؤها وتعوض بالتنوين، فيكون الصحيح هو كل تخلي وليس كل تخلي كما ورد في النص. هذا النص أيضا يتضمن أخطاء نحوية، ومن النادر أن نصادف في الحقيقة أخطاء نحوية في نصوصنا التشريعية القديمة، ولكن اليوم أضحت مسألة عادية أو تكاد تكون عادية. ومن ذلك أن المادة 67 من هذا القانون تنص على أنه إذا ظهر المبتلي أو ذوي حقوقه، عرفون بأن الجميع طبعا حتى المبتدئين من تلامذتنا على مستوى الابتدائي بأن ذو من الأسماء الخمسة، وهي الأسماء الخمسة كلها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وهنا ذو أتت طبعا معطوفة على فاعل والفاعل مرفوع. إذن الصحيح هو إذا ظهر المكتر أو ذو حقوقه وليس ذوي حقوقه. أيضا هناك ما ورد في المادة 56، مادة 56 أيضا لم تراعي قواعد النحو عندما يتعلق الأمر بالعلاقة ما بين النعت والمنعوت، عندما نصت على أنه يفسخ عقد الكلاء دون الإشعار في حالة استعمال المكترئ المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو نظام العام أو القانون. وأيضا من بين مظاهر هذه الأخطاء ما ورد بشأن بعض الإحالات، وهي أخطاء ترقى إلى مستوى السهو. ذلك لأن هذا القانون ينص مرتين في المادة 57 وفي المادة 67 على إحالة، يحيل أو تحيل المادة على المادة 54 بشأن التفاصيل،
والحال أن ما يقصده المشرع ليس المادة 54 وإنما المادة 53. تقول المادة 57 على سبيل المثال بأنه يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة 6 أشهر على الأقل بعد إلى آخره بعد وفاة المكتري أو فقدانه الأهلية القانونية وعدم ظهور أي من أشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54. والحال أن المادة 54 لا تتعلق بهؤلاء المستفيدين، وإنما المادة التي تنص على هؤلاء المستفيدين هي المادة 53 وليس 54. السبب في ذلك فيما يبدو تغير ترتيب أرقام المواد عندما كان هذا النص مجرد مشروع، يعني عندما تمت مراجعته وعيد ترتيب مواده ولم ينتبه المشرع إلى ذلك عندما أقر الصيغة النهائية لهذا القانون. إن هذا على المستوى الشكلي، لاحظون بأن الأمر يتعلق بقانون تمت صياغته فعلا على عجل، سوي على عجل، إذ لم تعطى له حتى فرصة مراجعة الدقيقة المتطلبة في صياغة النصوص القانونية. والشق الثاني من مظاهر القصور في هذا القانون، في صياغة هذا القانون، يتعلق بمضمونه وبموضوعه. ذلك لأن أبرز ما يمكن اعتباره إضافات في هذا القانون، قانون 1260، هو نصه على اعتبار عقد الكراء لأول مرة عقدا شكليا بعدما كان عقدا رضائيا طيلة المراحل السابقة، وثانيا توقفه عند أسباب الإفراغ، أسباب انتهاء عقد الكراء. هذه هي الإضافات الأساسية التي يحملها هذا القانون. لكنه للأسف الشديد سواء تعلق الأمر بالموضوع الأول المرتبط بشكلية العقد أو المرتبط بانتهاء العقد، لم يكن المشرع موفقا على هذين المستويين معا. ذلك أن القانون ينص في مادته الثالثة على أنه يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ ويتضمن على الخصوص مجموعة بيانات. طبعا القواعد العامة لتفسير القانون وحتى لتحديد أنواع القاعدة القانونية تميز بين ما هو قواعد آمرة قواعد مكملة إلى غير ذلك من القواعد العامة، تقتضي أن يعتبر النص بمثابة قاعدة آمرة، إذ ورد في المادة الثالثة كما قلنا يجب على الأطراف المتعاقدة أو يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر. لكن الواقع أن هذه الشكلية لئن كانت قد تحددت مظاهرها، لأن الأمر يتعلق بدعامة مكتوبة ثابتة التاريخ، ولكن طبيعتها غير محددة. ولذلك تم التوقع منذ صدور هذا القانون بحدوث انقسامات اختلافات في التعامل مع هذا النص، وهو ما حدث بالفعل. فالفقه والقضاء معا غير متفقين بشأن الطبيعة القانونية لهذه الشكلية المتطلبة في المادة الثالثة، خصوصا وأن المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وخصوصا المادة 74 بدلا من أن تسعف في حل المشكل وبيان الطبيعة القانونية لهذه الشكلية ساهمت في تعميق هذه الإشكال أكثر، لأنها اعتبرت هذه المرحلة الانتقالية من دون نهاية، بحيث يمكن لنا أن نظل على الدوام نعيش بعقدين اثنين متعايشين متلازمين. وليس من الطبيعي طبعا أن يظل هذا العقد خاضعا لمقتضيات مختلفة متنوعة إلى الأبد، لأن المرحلة الانتقالية ينبغي أن تكون لها حدودها القصوى.
إذا لم يكن المشرع موفقا عند تحديده حتى هذه الشيء. وعلى المستوى الثاني عندما يتعلق الأمر بانتهاء العقد أيضا نجد بأن المشرع المغربي في هذا النص القانوني لم يكن موفقا، ذلك لأنه صياغة هذا النص لا تسعف في استخراج واستخلاص الموقف الواضح النهائي للمشرع من مسألة انتهاء عقد الكلاء. هل يحدد المشرع أسباب هذا الانتهاء على سبيل الحصر أم أنها فقط على سبيل المثال؟ وما رد هذا التساؤل هو غموض نص المادة 45 من القانون. تقول هذه المادة 45: يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكلاء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل بمعنى أن الأمر يتعلق بمجرد أمثلة. فالتعداد إذن أسباب الانتهاء ليست حصرية وليست نهائية. لكن المادة 48 لها رأي آخر، أو يمكن قراءتها قراءة أخرى. في المادة 48 تقول: لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45. على الأسباب الواردة في المادة 45 مهددة، لكن مهددة على أساس أنها من قبيل. والمادة 48 تقتضي أن المحكمة لا يحق لها مطلقا أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا لواحد من هذه الأسباب. وطبعا المجال لا يسعف في قراءة هذه المادة قراءة تفسيرية، لأنها بدونها قابلة لأن تقرأ قراءات متعددة. ومظهر أيضا الخلل في تحديد المشرع لأسباب انتهاء عقد الكلاء هو أن المشرع حاول خلال هذا النص أن يقسم أسباب الإفراغ إلى قسمين اثنين: حزمتين اثنتين، رزمتين اثنتين، سلتين اثنتين. الأولى تتعلق بمجموعة من الأسباب ترجع أساسا إلى خطأ ارتكبه المبتلى، عدم الوفاء بالأجرة، إخلال بالعقد، عدم المحافظة على إلى آخره. خلل خطأ يرتكبه المغترب. السلة الثانية أو الحزمة الثانية، الرزمة الثانية، تتعلق بمجموعة من الأسباب التي اعتبرها المشرع جدية مشروعة من دون أن يعزها إلى المغترب أي خطأ: حاجة إلى السكنة، مقتضيات الهدم أو إعادة البناء إلى آخره. إن الأمر يتعلق بتقسيم يكاد يكون منطقيا، لأن هناك ما يقتضي التمييز بين المجموعتين، وطبيعي أن تتمايز المجموعتان حتى على مستوى الضوابط التي تحكمها سواء الموضوعية أو المصدرية. وقد كان المشرع يكاد يكون موفقا لولا أنه خلط أيضا بين المجموعتين عندما أقحم التماطل في أداء الوجيبة الكرائية مع أسباب الانتهاء، والحال أنها كان من المفروض أن تدرج فقط في الرزمة الثانية أو الحزمة الثانية. الوقت لا يسعف للدخول في تفاصيل أكثر مراعاة للوقت المحدد. شكرا جزيلا لأعضاء اللجنة المنظمة، شكرا للحضور الكريم ولو عن بعد، معذرة عن أي خلل يمكن أن يكون قد ظهر بسبب هذا التواصل عن بعد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.